ماتش شوف داز زوين، ولكن في ديك الاخر ديال اخر دقيقه 89 تبارك علينا بيلانتي يا صاحبي. صراحه ما عجبنيش تيقنا واش عمرو جبد لينا شي بيلانتي، وعرفتي شنو هو سنين دابا هادي وما عمرو جبد بشي بيلانتي، راه بزاف اصاحبي. او عطيه الله خويا، عطيه الله صيد لينا بيلانتي وما ماركاش بيلانتي في كاس العرش. هو راه بحال كطرى لنا معاه، هو اللي بدا في الماتش الاول هو عاوتاني ضيع بيلانتي يا صاحبي. حقيقه كانت واحد المقابله هي شيقه، الوداد لعبت الماتش كله مزيان. المشكل اللي كان عند الوداد وهو ما كانوش الاحتياطات، يعني بنك الاحتياط ما كانش في المستوى، وبالتالي المدرب ما كانش يقدر يبدل هذوك اللاعبين اللي كاينين على مستوى وسط الميدان، فادينا النتيجه غاليا يعني في اخر دقيقه من المباراه تم التعادل، تاحوا فرص عديده، ما كاينش الاتمام على مستوى مربع العمليات، وهذا هو الاشكال الحقيقي اللي خلانا اليوم نضيعوا هذا الانتصار هذا. حنا كجمهور ديال الجيش الملكي جينا اليوم باش ندعموا الوداد البيضاوي، للاسف ما كانش الوداد في نهارها وما كانوش قويين، كنا نتمناهم يربحوا، بغيناهم يمشيوا بعيد الكره هذه باش تكون ناجحه 100%، ولكن للاسف ما عندنا ما نديروا، ديما لي فار الجيش الملكي. نقروا شابو الونرز الله يعطيهم الصحه، وقاموا بالدور ديالهم الدور الكامل، نتمنى ان شاء الله اول يتقادوا الصفوف مزيان، باقي هناك بعض العوامل الخلل تما خاص يتداركوا الموقف ديالهم، واون بليس يشوفوا اللياقه البدنيه يخدموا عليها كثير كثير، والتكناوتي خاص يعاود يراجع الاوراق ديالو، هذه نقطه استفهام، ماشي هو هذا التكناوتي اللي كنعرفوا. وهارد لاك وديما وداد وتبارك الله على الوينرز الله يعطيهم الصحه. اللي بغيت نهضر عليه بغيت نهضر على الرئيس، الله يهديه علينا، كل عام هاد المشاكل، كل عام ما كاين انتدابات، ما مشاكل، مدرب مشى جا مدرب اخر، الله يهدي راه حشومه عليه، السي الناصيري كان راه عيب وعار عليه، كل عام نعيشوا هاد المشاكل هذه، وديما وداد، والحمد لله كيف ما كان الحال، كنقولوا تحيه للدراري ديال الوينرز الحمد لله اللي كانوا في الاداء الحمد لله وشرفونا، والناس راه خرجوا بروح رياضيه، ما كاين مشاكل، ما كاين صراعات، ما كاين الحمد لله، راه كل واحد غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم المحل ديالو بخير وعلى خير. وحنا راه جينا من مراكش وراه 7 الصباح حنا فايقين، وجينا وكنتقاتلوا، وليبيا راكم عارفين باش تلقى بي في كازو ما تلقاهاش، باسكو تلقاها في مراكش راه ما ساهلاش. الحمد لله حنا راه تنتبعوا الوداد بالروح بالدم، نفديك يا وداد. الوداد يفشل في بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد خسارته اليوم بمركب مولاي عبد الله بالرباط أمام الهلال السعودي بالضربات الترجيحية. ليفشل الوداد مرة أخرى في مشاركته الثانية بعدما فشل في الأولى سنة 2017 فيما بقيت المباريات بكأس العالم للأندية. فلامينغو البرازيلي يواجه الهلال السعودي، وريال مدريد سينتظر المتأهل من الأهلي المصري وسياتل الأمريكي.